ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده عندكم فيديو جديد، وفيديو النهارده معانا كلاب هاسكي، معانا جراو بوكسر، معانا جراوي جيرمان، معانا كلاب جيرمان كبيره ومستوياتها حلوه جدا. بدايه الفيديو كده يا شباب ما تنسوش تعمل لايك، هسيب لكم رقم التليفون بتاع الشاشه، اي حد حابب يبيع اي حاجه من خلال القناه رقم التليفون على الشاشه، ابعت لي صور الكلب اللي انت حابب تبيعه والمكان والسعر واي تفاصيل انت حابب تزودها زي التطعيمات، واخد تطعيمات مش واخد، العمر والكلام ده كله. وبرده يا شباب هسيب لكم رابط قناتي الثانيه تحت في الديسكريبشن، صدقوني القناه الثانيه دي بطلع فيها مجهود رهيب جدا، فالقناه فيها فيديوهات محترمه بعمل فيها تحديات، عملوك فيها تحديات وعملوكم فيها اكل وشرب، عملوك كل حاجه فيها هناك، وبرضو هظبطها الفتره الجايه كويس جدا. فانت انزل اشترك وشوف الفيديوهات، عجبتك اعمل لايكات عليها وشوف بقيه الفيديوهات، ما عجبتكش برضو مش لازم تشترك، مش لازم تعمل لايكات، مش لازم تتعب نفسك اصلا، تمام؟ كفايه انك متابعني هنا يعني، كتر خيرك. ويلا يا شباب نخش في الفيديو من غير رغي كتير، عارف ان انا رغيت كتير، مساج صلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نبتدي باول حاجه كده يا شباب، معانا كلب هاسكي محترم جدا، المكان شبرا، الكلب متطعم وعمره 3 سنين، بس ما شاء الله الكلب مستواه محترم جدا، لونج هير، اكيد قال الشعر اللي احنا داخلين على الشتاء، دي نقطه مهمه جدا، كلاب النهارده اغلبها تبقى قالش شعر، وممكن الصور تبقى قديمه فعلى حسب، تمام؟ بس انا متاكد ان الكلب ده قال الشعر، الكلب مستواه كويس جدا، رسمه وشه حلوه، بوزه مش طويل، ودانه مظبوطه، الحاجات دي بتفرق جدا في الكلاب الهاسكي، ولونه حلو مطلوب يعني اللي هو البني مع الابيض، فلون جامد جدا جدا جدا، ربنا يبارك لصاحبه. زي ما قلنا الكلب متطعم، يعني انت مش تصرف عليه اي حاجه، وكلب كبير في السن واضح عليه الاهتمام، مطلوب فيه 5000 جنيه رقم التليفون هتلاقيه على الشاشه، عجب الكلب تواصل مع صاحبه، للاسف هو ما بعتليش فيديوهات، ودي نقطه بحاول انبه عليها ان اي حد يعني حابب يبيع الكلب بتاعه بسرعه، الافضل ان هو يبعت لي فيديوهات واضحه يعني عشان الكلب يتباع بسرعه، تمام؟ معانا كلب جيرمان مستوى برضه كويس، الكلب زي ما انتم شايفين حلو، عضمايه حلوه، ماسك وشه حلو، كلب يعني شعره كويس، الديل يعتبر لمس الارض او جرار الارض كمان، الكلب ما شاء الله ماشي واثق من نفسه جدا، يعني مواصفاته حلوه، الكلب ورك لاين مش شو لاين، ورك لاين، فالكلب يعني جميل، تمام؟ مواصفاته جميله مش وحش بالنسبه للسعر، وبرده مطلوب فيه 2500 جنيه. هسيب لكم رقم التليفون على الشاشه، لسه عنده 10 شهور، الكلب ده لسه هيفرد معاك على السنه ونص، يعني الكلب يفضل يكبر معاك لحد سنه ونص، فالكلب ده يبقى افضل من كده ان شاء الله، تمام؟ المكان المنزليه ده اهليه، مش عارف انا نطقتها صح ولا لا، اتمنى تعذروني حتى لو نطقتها غلط، بس الكلب جميل مش وحش، تمام؟ معانا كلب بوكسر، تقليبه كويس جدا ما شاء الله، حلو، مطلوب فيه 2000 جنيه، لسه عنده 6 شهور، لسه عيل، لسه طالع من سن المساخر، مستواه جميل جدا، ربنا يبارك لصاحبه، انا شايف ان الجرو والله اكبر عليه تقيل تقيل تقيل، اهاليه كويسه جدا ومطلوب فيه 2000 جنيه، زي ما قلنا 6 شهور، كلب مستواه حلو، برده معانا نفس الشخص برده عرض عندنا شويه كلاب محترمه جدا جدا جدا، معانا جرو جيرمان عنده 4 شهور، تمام؟ بس الجرو ما شاء الله حلو جدا، مستوى حلو، ممكن ماسكه ووشه والوانه فاتحه شويه، ولكن الكلب لونج هير ودانه حلوه، ماسكه حلو اسود، هي الوانه ممكن العيب الوحيد ان هو فاتح شويه، ممكن عظمه ضعيف شويه او عايز تغذيه شويه، عايز اهتمام شويه، تمام؟ بس سعره مناسب، يعني مطلوب فيه 1500 جنيه، فسعره مناسب بالنسبه ان هو 4 شهور والمستوى دوت، فسعره حلو مش وحش، مش سيء يعني، كلب يعتبر كويس جدا ما شاء الله. معانا برضو لنفس الشخص ذكر بيتبول، برضو مستواه حلو، الوانه برضو حلوه، مستواه يعني معقول جدا، بوزه مقطوم خالص اهو، حلو، كلب حلو مش وحش، واضح ان هو قصير جدا، قريب جدا للسيلفر، جمجمة تبان ان هي حلوه، ولكن الفيديو ظلمه، ودي حاجه انا متاكد انها عنده سنه ب 2000 جنيه، تمام؟ بصوا الدكر ما شاء الله حلو، انا شايف ان هو مستواه جميل، عظمه حلو، جمجمته حلوه، والوانه حلوه مش وحشه، ما شاء الله ما فيهوش بوس خالص، الكلب ما شاء الله ما فيهوش بوس حرفيا، لونه جميل، يعني تحس ان هو داخل فيه ماستيف من كتر ما الكلب كويس وتقليبه حلو، تمام؟ ربنا يبارك لصاحبه الاول، مطلوب فيه زي ما قلنا 2000 جنيه، تمام؟ معانا برضو كلب نفس الشخص عنده 3 شهور، بس الكلب ده ما شاء الله احسن من التاني بكتير، الوان حمراء ودان، ديل
يعتبر لمس الارض او جرار الارض، مش عارف، مش واضح قوي في الفيديو. اتمنى لو كان بعت حاجه واضحه. ممكن يكون فوق الارض سنه، تمام، مش مشكله. بس الكلب في لف الظهر زي ما هو باين، في الوان حلوه، في شعرايه جميله، ماسكه جميل جميل، ماسكه عاجبني جدا. الماسك بتاع الكلب ده ما شاء الله محترم جدا، باينه كلب محترم. الكلب ده لسه عنده 3 شهور، متخيلين كلب لسه عنده 3 شهور بالحجم دوت، بالمستوى دوت، وبالعظم دوت، مطلوب فيه 2000 جنيه. كلب انا شايف ان هو الله اكبر عليه، جميل جميل جميل، هيبقى حاجه تحفه، وتحفه جدا 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 لما يكبر. دي حاجه انا متاكد منها واضمنها لك، مع اني ما شفتش الاهلي، بس انا متاكد ان الجرو ده هيبقى حاجه دبابه لما يكبر. ربنا يبارك لصاحبه، كلب جميل جدا. معانا كلب واخد كل التطعيمات بتاعته، تمام، مطلوب فيه 2800 جنيه. كلب كويس، مش وحش، مستواه جميل، يعني يعتبر مش سيء، تمام. الكلب يعتبر يعني متصور هو مبلول، فمظلوم شويه، ما فيهوش ماسك، دي حاجه ممكن تاثر في سعره شويه، ولكن هو سعره زي ما انا 2800 جنيه، تمام. هسيب لكم رقم التليفون على الشاشه، اي حد حابب يتواصل معاه يتواصل معانا. حاجه جرفن ب 500 جنيه، او لولو، معلش ده مش جرفن، ده لولو، ب 500 جنيه بس. الكلب يعني هو بعت لي صوره واحده فقط، فكان افضل ان هو يبعت لي فيديو او حاجه توضحه، ولكن هو ب 500 جنيه، فاحنا مش هنتكلمه كتير. اتوقع ان انت متاح تفاصل معاه شويه، تنزله 400 450، والرقم التليفون هتلاقيه على الشاشه، لو عجبك الكلب تواصل مع صاحبه. معانا حاجه جيرمان مستواها حلو، داخله على جواز، نتائج جيرمان داخله على جواز بسعر 1000 جنيه. في الصورة متبهدلة، مع ان انا شايف الصورة ما شاء الله الكلبة فيها محترمة جدا. على فكرة الكلبة دي مستواها عالي جدا، على فكرة يعني المعلومة، الكلبة دي مستواها عالي جدا، ولكن انا حاسس ان هنا في مصر مش هنفتهمه المستوى اللي انا شايفه ده. المستوى ده بره على فكرة محترم جدا، هو ورك لاين، ولكن ورك لاين من الحاجات التقيلة جدا اللي هي يتمسك فيها سعر ويتمسك فيها مبلغ. على فكرة الكلبة مش وحشة خالص، الكلبة ما شاء الله جميلة، ماسكها حلو، من الحاجات اللي هي تحسها ألماني وتحسها بيوت قديمة بس محترمة. صدقوني الكلبة ديت مش هنفهمها في مصر، ولكن هي حاجة جميلة جميلة جدا والله. لو زي ما هي في الصورة كده، زي ما انا مش شايفها، الكلبة دي الله اكبر هتبقى حاجة عظمة عظمة عظمة، دي حاجة انا متأكد منها. لو انت عندك ذكر تقيل هجيب لك جراوي تحف، جراوي جميلة، جراوي هتبقى دباديب جدا وجراوي قوية. اخر حاجة يا شباب معانا جراوي بيتبول، مستويات وتقليبات عالية جدا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله. الصراحة الجراوي ديت مستواها جميل جدا. مفاجأة بقى، الجراوي ديت مطلوب فيها 1000 جنيه بس. ايوه 1000 جنيه في الجرو، بالمستوى اللي احنا شايفينه، بالالوان الجميلة اللي احنا شايفينها، مطلوب فيها 1000 جنيه. المكان كفر المكان كفر شكري الاليوبية، مش عارف برضه نظافة صح ولا لا، وراء قصر الثقافة، تمام، او بجوار يعني، تمام. الكلب او جراوي كلها تحف، كلها ما شاء الله جميله، كلها دباديب، كلها البوز ما شاء الله مقطوم جدا. الجراوي تحفه 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 حرفيا، وفي فيديو موضح تقليبه من جراوي الدباديب. ما شاء الله الراجل ده لو كان قريب مني والله كنت خدت منه نتايج اربيها لنفسي. الصراحه جراوي ما شاء الله، يعني ما شاء الله، واضح ان هو العدد عنده كبير، فبيحاول ان هو يطلع بسعر حلو، تمام. بس اضمن لكم ان الجراوي ديت هيبقى مستوياتها محترمه جدا. ربنا يبارك لصاحب النصيب، وربنا يبارك لصاحبه. اخر حاجه يا شباب، ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، كان معكم اخوكم تيركس، ما تنساش اهم حاجه تشترك في القناه. سلام.